الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ودرس جاني تضباد كمدها دروس تاني تحناها إذا كساب سنيد أخلاق دقفك مسلم كا يا أداب تواناكسن إسلام كووتش دي درسيجين روحا وكبل أب ميا أفكا هدي الله ويا را دعاء أراس كي الدعوين كلا أما عسوم هذا كلا وحلق قدبان يلا قفك مسلم كاه يا أحكام تلا حريدة وحور الشيخ ويستحب وحل السنة الإجابة إلا أتيب إلى وليمة العرس دعاء أراس كقف كمرك الله ويره وليس له مبنان أن يستجيب إنه أتيب إلى وليمة الختان قدنينك دعاء سيور هاشينك الله سمعي يدرادي هذه الله ويره فإنها محدثة حي علي وليمدا سي الله سمعين أيوه ختان كأوقي وامدان دين تكمد أنتين وقت رسولك عليه الصلاة والسلام يا صحابة والغصة الدري أرنت قصة أبسان دعاء أراس كقفك هذه الله ويره الشيخ وحده والسنة أون سيدة صح دينا وحي تهينا السنة قرآينا يتهي واجب ويا رسولك عليه الصلاة والسلام وحده سيدة ابن عمر يا جابر باي كوريين إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب متكين هذه الله ويرد دعاء راس هاتيب والوليمة علماء بدن كود وحي رادين ودعوة النكاح والعرس ويرمد قفك الله ويرد قورك إيا أراسك حفلة ده أولي هاتيب رسولك عليه الصلاة والسلام ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله رواه البخاري ومسلم قفك الله يرد دعاء راس أن أتيبني وقف عاسيي إلهي سبحانه وتعالى يا الرسول كبا حديث كاسويح كعد ياي قفك هذه الله يرد دعاء راس كأن أتيبا إلى تهي واجب وين أتيب وايو رسولك عليه الصلاة والسلام وحكوشا معصية لله ولرسوله إنه نقول يقف كاسي قف خلافي أمرك إلهي يا أمر كي رسولك وحقفك واجبك كريدي كره هذه كذا دي دباته يكون تاي مشى تجتان كيدو سيدين مشى وعدو فوق تاي وكله أما هذه قفك وحنون صنع وحنون صلاة الجماعة كذا عايز وحلم إذا صلاة وكله قفك ويرين وياي قف الشريعة واجب يسوي إلا شره وأن لو تجينوا لقاق وريقين وحكم إذا وجود المنكر إن ما شاسي أي تهي يحفل الداسي من لاقب تاي منكر وحشر عدو أي ديدي ما هين وقف خلط كل حصمينية هذه أصل كفردقة يقولها سوية هاي من دار معسية اللوغو تلقلين وقف ومنكر كل حصمين يقف كوالا لحد ليا منكر كوالا قوي انكريا لكن هذه حفلة دبي تاي من وح شرعي خلاف صن لاقب طيبة اللوغو تلقى لين لوغو صمايو قف كنا وودع منكر كاسين وكهر تقودت كودي دو ورادة تشوشية قف كواتب كنا قرمة سمايا شاين وتقو ورسولك عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر إلهي آخر قفك الرميسانيان وفريسان ورد الفريسان ميس خمر لغو قيبني وخمر ذاتك فردية لغو وريتين يا الله الشبعي ذاتك يا مسلمين نغضان مقالا نغضان منكر كاي حمان تا يا حاران تا ماشا لغو هيو اي اقف كمسلم كاو دي دي سينو ماشا تشوغو امام النسائي الترمذي باوري من حديث جابر ها
هذه قفكم أشاسي ومركا وتجو منكر كاسي وسولين كرو أما أنا قد قف مضحها ومدة تلدي إذا هي أرجعنت كسولين كرا أما قف لما قل يوم اسمعوا الكلمة أنا قد ولا جاهي بدي سنيو مركا وينو تجو ويتجتان كيس واحد كتير تلبا مصلحة مصلحة هذا كود واحد تا إجابة الدعوة وصارت يرمد واتيبي مصلحة هذا لبعض نوع إزالة المنكر ومنكر كسولين تيس ومنكر كإلا السوليان أو من مقاصد الشريعة وحيوان الشريعة وقصدها أي دونس أي كنا ما أنتي ضد كمسلمين تاع مرخو شيخ قال لي ولماذا دعاء راسك قفك دي لغوية رين واجب تاين وطاقه وحيابها سيهدي آني ميشة تيرين واجب كرد يائر التلماني وحكو رمي الدعاء لو دادك غاركو داي وصمي للخطار عربتو دا مركا اي قدان يبا وحاو التلماني انا نقفك اتشيب هاي عن واجبنا نكو هاي نطاقه وحانو لي ولماذا نوع سوى مد محدثاء للاسو الدريي ووقت الرسول كي الصحابة تشري شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مجموع الفتاوى يسمون أساس كل شيء أن وليمة الختان لم تكن في عهد النبي ولا في عهد الصحابة وقت الرسول كي وقت الصحابة ينال تشري هذه مركا الوعي بعد السنة دعاء الله صمينا عند الختان الله أركو إنه واجب تهي إن دعاء الله سمعي أما إنه سنة تهي والدين تهي كمي تهي لا شك إنه بدعا نقوني سواء وشيء عن دين تكمي تهي ولغو صوت داري رسولكم عليه الصلاة والسلام يحدث وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إسكير عليه وحيابا لسوى الدريي لسوى عصبوني سيي دين تهي لغو صوت داري wax kasto diinta aan kamid ahayn oo dadku ay ku soo dareen waa bidco bidac kastana waa lumitaan wadada saxda laga lumay laakiin rashinka la sameeyo marka caruurta la gudo hadaan laga dhigayn cibaado waajib iyo sunnadina baa loo aaminsanay laakiin dadku asxaabtooda iyo qaraabadooda ayaa iska casuumayaan فرحتي لا إسكيف فرح سيهين هوشا وهر قشي هي عرور تا وبل قبتي يلو هوشا أذق لقى قبتي إسك مباح بين قرص الرشي ماذا كلا الله سما يستاي لا من قرص أفكر لو يرين واجبنا حران كنا قر ميس لكن واجبكما ليس واجبا عليه وحيدنا الله ميدا قفكم أركو جري عصب دستو هذا ترى على دتك واحد هذا، وين قريقة وحلو قلوا، قالين كهدي لوجة شيء إن شين لوجو لالوشوا، أما بس اللي ولا شيء ده إنه إيش علينا أيه، يو حلمت كه، ذبح جاسوح نقول يا مش شركية، وإلى عيد أنا هين بدي لوجة ورع، يدو لوجو وينين أيه؟ أما لو قد واني وحلا قد دوريو أما لقد بقنايو وحانو كمين نقول يا قورع ورسولك عليه الصلاة والسلام تلمامي قفك سميان ونعدلي مركوري رسولك السعالي وكوريه في صحيح مسلم لعن الله من ذبح لغير الله إلا إن حريستي سا وكفو قيه أما واهباروها كفو قيه قفك وقورع إلهي سبحانه وتعالى عدان أهايين هذه الأمينة إنه السنة يهي ولو يانتيني وحلا من اللقو لالوشيني والدين تاو كميد يهي وقفك كتاق أو نقونا يقف أجر وسيق يهي مركانا بدعو نقونا يهي وحان دين تاو كميد هاي والدين تاو صوت داريوي لكن هذه الأسكا حفلة دي سنة يهي وقريقا عصوبية نعمة دا صوكرة داي دادكو يا عصومة دسكا لغانا يهي ويعصوم يا أصحابته ذي قرابته ذي النفط ذي بقى تايد اللودي دي مايو عصومة ذا باب كيدو مروا البوايس كفري مر عبد الله وحي نروح شريعة خلاف سنة وعري شيخه محاقف كل قدبون هالضباء مركو يمادد عادي أراس كل لغوي يري
horta intaynaan taa u gelin goormuu qofku noqon karaa qof loo yeedhay wuxuu noqon karaa marka afka lagala hadlo la idhaahdo waxaan kugu casuumay ducada arooska ama telefoon loo soo diro ama fariin ama qofba arrintaa loo wakiisho la idhaahdo hebel u yeedh ama loo keeno warqadii casuumadda qof loo yeedhay buu noqonayaa haddii dadka si guud loogu yeedho qofku uu yidhaahdo dadka xaafadda degan oo dhammi casuumadda arooska yaa ka soo qayb galaan ama dadka tuulada ama deegaanka oo dhammi anay casuumayin hadduu yidhaahdo markaa qof walba gooni waajib ugu noqon mayso qofka ay waajiba ku noqonaysaa waa qofka isaga sida gaarka loogu yeedhay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waidaa dacaaka fa ajibu waa xuquuqda muslimiintu ay isku leeyihiin adiga markuu kuu yeedho waidaa dacaaka fa ajibu laakiin haddaanu adiga si gaara kuugu yeedhin ee si guud yeedhmadiisu ay u dhacday waajib kugu noqon mayso waidaa xadara buu yidhi hadduu yimaado walimat alcursi ducadii arooska lam yakun calayhi waajib kuma aha alaklu inuu raashinkaa cuno bal iska daa inaa kala haddii uu cuno ee xasala almaqsuud ujeeddadu way xaasisha waxa uu sameeyeen waa wax bannaan wa ilaa haddii kale aanu cunin miyaa daca dadkaa u yeedhay wuu ducaynayaa un wansarafa waana iska noqonaya wainamaa yustaxabu waxaa la sunneeyuna alijaabatu ilayha inuu yeedhmada ka jawaabo horta meesha uu yimaado laakiin inuu raashinka cunaa waajib kuma aha waxaana taa tusinaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi se jaabir uu ka wariyay muslimna saxiixiisa kusoo saaray idaa duciya axadukum falyujib midkii marka loo yeelo yeedhmada horta ha ajiib fa in shaa acima wain shaa taraka laakiin marka uu yimaado hadduu doonana uu cuni hadduu doonana wuu iska dayn doonaa wa qaala idaa duciya axadukum falyujib fa in kaana saa'iman falyusalli wa in kaana muftiran falyacam rawaahu axmed wa muslim midkiin marka loo yeedho ha ajiiba yeedhmada horta hadduu sooman yahay dadkaa u yeedhay ha u duceeyo falyusalli macnaheed waa falyadcu xadiida kalaa fasiraya qur-aankana kelimatu assalaa way ku soo aroortay iyadoo looga jeedo ducaa khud min amwaalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakiihim biha wa salli calayhim fa ina salaataka sakanu lahum salli calayhim bimacnaa u ducee weeye marka u duceeyo wain kaana muftiran falyacam hadduu aa furan yahayna ha cuno markaa cunistaasi waajib ma aha waayo haddii waajib tahay dee ka sooman soom sunno ah waxaa la odhan lahaa afur ilaa lama ogolo qofku soomka sunnaha ah inuu meesha kaga saaro wax ku waajibay walihaada baa rasuulku uu sheegay gabadhu inaanay soomi karin iyadoo zawjkeedu uu joogo inuu u fasaxa mooyaane markaa cuntadan cunisteedu haddii ay waajib tahay qofkan sooman soomka sunnaha waxaa la odhan lahaa ilowba ilo afur baa la odhan lahaa laakiin inuu cuno raashinkaa loogu yeedhay waa sida afdalkaa weeye waayo itmaamu dacwa baa ku jirta yeedhmadii baa dhammaystirmaysa dee maqsuudkii baa la gaadhayaa loogu yeedhay waxaa kaloo arrintaa ku jirta jabru qalbi saaxibi dacwa oo qofkii kuu yeedhay raashinkii uu kugu yeedhay markaad wax ka cunto arrintaasi qalbigiisa oo wanaajinaysaa way kabaysaa haddaad cuni weydana waxaa dhici karta inuu niyad jabo waxaa la isweydiin karaa raashinkiiba in la cuno haddaanay waajib ahayn maxaa loo waajibiyey inuu qofku yeedhmada ka jawaabo waxaa loo waajibiyey dadku marka ay qof u yeedhayaana meel ay ku casuumayaan maqsuudkoodiiyo ujeeddadoodu ma aha oo qura qofka inay raashin ama sharaab ay siiyaan dadka qaarkood baa u arka qofkaasi inuu u yimaadaa inay sharaf u tahay oo majliskiisa iyo fadhigiisa iyo xafladiisa qofkaasi inuu ka soo qayb galo ayaaba ku filanba walihaada waynaga aragnay dee xaflado badan oo dadka loogu yeedho
شراب يبا لصور دقا إيه بيه إيه وحيابا كالو عنتو ينيو دادك إن بداني مبا عنام با قفكي او يارينا أرنتا كما حمادو عرى إيه على الحمى كما قابو وما يرادو بحو بيه عنو دقا ميشو وغتي أما شرابكي أما سامبوسية كاقي يا قفك ما حكوف في لنا وقنع سي إنه قفك هسي ماشى كصوب مغضي أو سواء تيبي يرمدي هدو ما قنادة كورما مرك الله يرى ومرك لم حد يمو يدو يراه دائما كمان عن دولا عن تدي يسي ميو قف كورما يا ويا عن تدي وان كصينية لا تسمح يا عبد إنسا وشيد ده قفك مرك حفلة لو جيريو إن أنا هين وقرا إنه عنتاعنا، وتشدون الكلام إيش أي تيران، وكم تاعين أي تشرف صاحب الدعوة بحضوره، إنه كل شرف مطاع، قف كان ويا راي، إما شيء سينو كل شرف مطاع، وشرفه كل جار، كواتي معه إنه راشين كاعنا، هدول سومين الصوم كذا سنة وتشبين مايو، واتي بكم عين وتشبيه، هدول وتشبيه ندم بابي مايو، إنه ودعي وي. أدارو عنتدي عنين وغيران ويقول ما يا حدبا يرمد الله تيبيا إذا لم يكن هدانو هين في هذا حيث اللعب العيار ولا منكر يا رنف والحمش رعاد الديدي ولا لهو يما رروا الدنيا وان منفع الدنيا يما صلحة آخرة من نبال الله بلك الله وقيا لعبك حرام ما وضع هذا كوا مباحة باترة إرادت سلام فرد الله عيارة يوكله دماها ميد مدموم وشرع هذا لا عيسى وفي عنده يقف كوا طابرنا يقف جهاد كوا طابرتاي ونقرية هديت سلام لا يسوشش لجنايو ما هكاس الله ويلعب عيار مدموم وشرع هذا لا عيسى ما لكن واحد لقى لا عيارا معنا لهين بل لقيا وقف كين شرفت كدي ليسو يا ماموس كادو ما شاف فرد الله عيارة أما بس وحويان وكذا يبقى طو هذو ماشى منكر كتيرنا يظهرين وشاقنا وحشر يعدو دي دوي حرام تميز دي ماشى الوهاية دليل كذا روين التلمان إلى أين وكذا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره waxa kitabka lagu soo dajiyo laydin ku sheegay hadaa maqashan aayadka ilaahu lagu jeesjeesayo ogaan loo khilaafayo oo lagu kufriyeeyo laga gaalobayo hala fadhiisanina dadka ilaa ay bedelayaan arinka noocaas hadaa iskala si fadhidaan iyagu xumaanta ku dhex jira waxay noqonaysaa idinku inaad iyaga la mid noqotaan qof xumaantii sameeyay يقف حمانتي إقرارية وداي وين هذا الكرتوت ترى هذا تشوشي وإلهي كبغضة هدي له ده وين مش وين تكتكتو فإن كان فيها محرم وحرانة هدي له وحيه مش أقف كلا وجي يري حرمة الإجابة إنه أتيبا ويرمى داسي وأقبل حرام من غنس إلهي سبحانه وتعالى قف في قلبي سواء كوين هذا وما أقف كوينه دادك قدرينتا يا حرمينتا يا احترامك وهيا وكلفين إله عاصيا ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مخلوق لقوة داعي ما يوحلقوا عاصيا الله خالقا إلهي الرهاليك قال إياه خسب رهاليك ونقن دونيه حد الرهالي نقن أما تشير دمي الرهالي نقن دونان لكن الداد إياه الرهاليك قال إسو إلهي أدكع علي سيسو إلهي نواكو عروني إياه قنوة لقد المدح أول ليه إلهي با سبحانه وتعالى إذن كلا الدلية واحد كوكلا لماتان وكوكلا عروتان دحدينا دقاية دادك نادي يابي وقوب بضلت هاي مانتا يقول دادك قدرين يو احترامي إنا السمية وحياة بضان وشريعة خلافة وكاقب قلان حفل دفر بضان وحاران لغو هاي وإن كان فيها مكروه حفل دفر لغو يريها الدين لغو هاي أرين مكروها وحرام ما عليك إلا قف عيا كريهة الإجابة إنه قفكو أجيبا يرمضا وطقا مكروبا نقرسا ويكروح الله كرابون لأهل المرؤاء ضدك شرفت له إيه والفضائل وناقيدة
علمك يا عبادة يا صلاح يا ضدك وحدار ده التصرف بقى لو كرها دق دق يودق دقان إلى إجابة الطعام راشي مرك الله قوي يا رب إلى مركبة أجيبة قف قادو يا قف شرف له مجعونك سن له فضل له علم عبادة خير وحدتك ديري هاي هدي راشي الله قوي يا رب مركبة إنه يراه ده هي كان ما وقال هذا هو لسوق قديم من أي نمري هرما الحمد لله قديم وايد ديار وين يراه وحلقيا وقف كان إن أنا نيت بكاهي وهذا الكاسوية هذا من عرب كانوا سيد نفسي سنين وده ترى هذا وايا كان لسوق قديم كان لا عشان هي وكل بصدابة راني منكم هنقولي وينا واحد سلاو حورن دولار سكر عليها وقديم وايد دياره waxaan ninka markiiba hayo oranay marka raashi loogu yeero marka arintani ma arin kibir ku saabsan iyo isla weyni laakiin waa arin ku saabsan ilaali la ilaali iyo qofka sharaftiisa iyo fadliga dadka u dheer yahay waa tasaamux baa loo karaa tasaawulka inuu xulba iska fudaysta qofka haduu dadka wax dheer yahay madaxtini uu dadka dheer yahay wuxuu dadka dheer yahay magac iyo sharaf wuxuu dheer yahay cilmi وحدير يا استقامة توصلنا دين توكل توصلنا ما هاي روح رماه فضلست وحياة بدتك كلا السمين يا حتى حلال وآ لكن السجى مرك الله إجا أن كوه بون الله إجا أن كوه يبتره مرك وانو سكيل عليه إنه بدتك كلا إسكلام مد دقة آه وحي السمين يا نبو السمين ما هذا عيار يا نو العيار هذا ورد يا نو لورد هذا كفتم يا نو كفتن كا بلا حد يسمونه ولا نحجله ما فعنا وحضور الولائم غير الشرعية وليموين كان شرعي هاي معنا واجب كهاي أمان صناعة هاي إنه تجنا الله غفي عن هو سبيحه فإنه يورث دلائة أرنت أسواح يقفك دحشين يساهوصين وإسقاط الهيبة من صدور الناس يا هيبة دي دتك اللابود يقلوبته ده وكلها إلى ما شاء يكب حدا ده قفك إنه قيمة دعه مركا هذاك هي فعلك هي ماشي هدو تقو قفك أهل الفضل جاي أهل الشرف كا يدتك يا جنايا يهرموت كوا وين سكيل عليا أنا أورا من دوا حلال ده كلوا كوا تجيء أنا جم حالي يقول دي وين أنا أورا وحالا كقول رمي يا شيخ وقفك مسلم كاي حقوق المسلم كله كل واحد كمذا تاسوامد إذا دعاك فاجبه هدو كوية ولا أجيب وحكا له حقوق ذا كم إذا غفك مسلم كاي مركا وحانو الصدا ولا ليس مسلمين تين كور عيان وانو دريمين إنو يهي قف آلا قيمين هين وانو حبال ليس كترين هين وانو حانون كوعد ليسا وانو عيد لكهلين ضدك مسلمين توايل بوغدان marka ay booqdaan walaaltinimadii iyo jacaylkii ka dhaxeeyay muslimiinta ayaa sii jiraya siina ziyad iyo sii kordhaya marka xanuunsanaysa qofka ku yimaada waxa dareemaysa inuu yahay qof arrinkaaga danaynaya oo ku damqanaya oo ku naxariisanaya waxa kale oo arrintaasi ay qayb ka noqonaysa ama ka qayb qaadanaysa in muslimiintu ay isticlaadaan oo ilaahay daradda su jecel ay noqdaan قف كستوى مسلمي وحبين كم إذا تركا مسلمين مسلمين تو كما مارمان كما نقعه سيدا اي مركا تركو دو قد مقانا مسلمين تو اينو قد مقانا وحر شاق ويستحب وحي لوسن للمسلم قف كمسلم كا عيادة أخي المسلم ولا الكيس مسلم كا هديو حنو صدا اينو بوغضه وانا حقوق دا يسكول اي مسلمين تو رسولك وحر حق المسلم على المسلم خمسه مسلم كحق ومسلم كلا كل يواشر كو رد الصلاة لابا عيادة المريض وتكواد مركب الصلاة صلاة إنو قد شواب واتلواد مركب حنو الصلاة إنو باغضه رسول كنا الصحابة أمر بوكسي كود مسلم كا صحابي كا إحنو الصلاة إنو صواب باغضان قال البراء بن عازب رضي الله عنه البخاري مسلم بوريه
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض. رسول كوحونا أمري قفك حنوصدا شخص يقار كل وقيا إنو حنوصنايا إنو نصوب وقنا واتباع الجرائز قفك مسلم كادين تيجي ريودنا جناسدي سئنا نراعنا وانا فرض كفاية عرنتاس ويران أي تاي مسلمين تقاركوب إنو يستمعيان قفك مسلم كاهي بوقشد ولالكيس مسلم كاهو بوقضو وحكيلة يا أجر آدي آدوي رسولك عليه الصلاة والسلام يقول إذا عاد المسلم أخاه لم يزل في خرفة الجنة قيل وما خرفة الجنة قال جناها رواه مسلم قفك مسلم كاهي مركو بوقضو ولالكيس مسلم كاه كما سولي في خرفة الجنة خرفة الجنة ومحبا لقول رسولك وحلوا جناها وقرشد مرهيدا وقف مليه جنده قرانايه هذا قال انك رب وقضه سيترميذ وريي تضبعات تنكون او ملك باو دعيني وارينا ابو قيمة بلان هذا قال انك دنبب وقضانا تضبعات تنكون او ملك او كلا ايه دعيني الهينا سبحانه وتعالى ارينتا واقيه الهي وحييري حديث القدس يا عبدي مرضت فلم تعدني كسوها دون كويري كيف أعودك وأنت رب العالمين وسأودعي كرتانك صوب وقضاء رب العالمين كسو إلى هاي عدية وشيدد هذا الكوكلي إلى يوحي ألم تعلم أن عبدي فلانا مرض فلم تعده ميانا دوغين الدون كيجي هبل إنو حنو الصلاة أنا صوب وقضاء كإلهي سبحانه وتعالى بالقاب كوصو رب لك بوق شيء سجل الله بوقنا يوكل أيو صو رب وقشد قفك مسلم كحن وصن إلى بوقه وحضور جنازته أي سنة إن جنازته صلى حاضر إذا ما تمر كنتم سأحاديث يعني آخرين كعدين وتعزية أهله لنا التعزية دي قرابة ديسي أولو الله قبوتي وهذا الصبر سينا لغير هذا قفك دينتين اللي دعي أرين تاسيرا أجر وين الله دي بوشاق رسولك عليه الصلاة والسلام تعزيادنا ما لها وقت حددا صدح مع المدن اللي حددا متصار ارتماع وحا وقت قيد وصعريا انت قفك ولي قيريدي وسيحة سوسية مروقادي داي هاي سبع هدي قفك قيريدي وإلابو ومروقادي داي كبعضو وقت قيد تعزياد ولما ديها تعزيادين ويهدا تعزياد سوحوا ما ترين geeridu ma dib u xusuusiseeyo murugo ayuun baad ku soo kordhisood ku soo cusboonaysiis laakiin hadii wali murugadii ay hayso wali geeridi uu sii xusuusan yahay oo wali ay ka sii qoyantay qalbigiisa wala tacziyadeenaya ama saddex maalmood ha dhamaadaan ama saddex maalmood waxa ka baaqi ahaadaan saddexdu shardi ma tacziyadana loo fadhiisan maayo inaga rag uma fadhiistan laakiin dumar ka u fadhiisto waxa la google baa la dhigay google baa la laabayaa umad maqlaysa google baa la dhigayaa deetana islaama tusbaxii loo dhiibayaa halkaas ay tasbiixsanayaan saddex maamad subhanallah alhamdulillah maray qul wallahi akhriyan maray faatiha akhriyan wa aswah sawar wa rama ta'ziyadu wa ira qofki u timaado oo aad u laab qabojiso wa tira ilaahi baa lay waxan cidan u qaaday ilaahi markii horeba laha oo markii horeba idisi إلهي أم بأمانة سعشدي صبر صبر كي لا يأشر كي قدر يا هذا الله لم يتكع إن لله ما أخذ ولا ما أعطى كل شيء عنده بأجل فاصبر واحتسب سورة رسول كول عليه الصلاة والسلام إن أنتس دبا ترى الله إسكا قتقو لكن إن قوري قيل لي سقوي ما دو الله فريسته وقت قي رسول كما يتيرين بل صحابته واحد وحن واركين إني لحكم تهي برارت كنا نعد صنع الطعام والاجتماع على أهل الميت من النياح جرير بن عبد الله البجلي بس سائل وحنو أركي تريدتك قيريد وهي كود عدين الراشين سمايان ما قال الدنيا الله بحي فد أحن قريقات وينوزو سعطة من سلاس إن شاء الله يضافها فاصلوا كتابي كتا الله إيا قري قيريد وكد عدين لغو أرور الله فريستو وحنو أركي تريد الله حكونا برارت برارت ركبائر تيد ميدا وين بيكمت أي مدو نساسي لادين الإمام الشافعي رحمه الله وحوله وأكره المآتم وصنع الطعام وحنكرها
waana raalli ka ahayn guriga geeridu ka dhacday in lagu ururo raashinna lagu sameeyo waanu sababay لأن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤونة لبعض الرموت بان كدي ديوري ما يصدح واتكواده قريقي قريد وكان على هذه اللفات ليه مروى البنبروقة دي بادة دي كسي عصبون آنيسا وإنه هروي اللابان قريد يحنون كذا أيان دعاهي وطلبا رنتا سي خرش بي كلفيسا ودد كيو قريد كل عضي أي هادنا يجي لعنايا لغا قدير يا لغا عشير يا لغا شاهين يا وللأثر بولوارين تصدح هذا أن كنت ديدي حديث كأوجي بانو ديدي بولي حديث كجرير بوشيقي يا أين وآخرين أي أرقات تازي تعزيز رسولك عليه الصلاة والسلام وشيدي كمدما قفك اللي تشوقي كرا وقفك أشغير يو أديقي ولا باس وحدي بكبتشرة بعيادة الذمية قالك مسلمين تهشيسك كلتشرة إلا صواب بوقضه ومركب صوب وقدر الله يرى إسلامك إذا فرصد لك فايدة سنية فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم نبي يحب وقدر يهوديا إلى يهوديا وقال وحكور كيف تجدك يا يهودي يهودي محاد دريمي سأقول أدرك يا أبو طالب وإل درما في سياق الموتى سكرات الموت كواهي رسولك واكي أتقي إحالة دعوه يرى إسلامك يقول لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله لا إله إلا الله كلمة عن كوكود دودة مالين تقياما مصعرا وحاك فرديك وكم إذا سناديد الكفر ما راح دي قال لماذا هرموت كددك وقوها وكما يقول لهم الدين تي أبا عبد المطالب بعد كتقيسة سأصاروا كل دين تيساقوا للدين تي عبد المطالب بان هايستابوا دين وحو رسولك صابق لنا عرابي السلام وقتل مسلم وهين كسر رسول كوري طهور إن شاء الله لا بأس وقف كبرك الله صوب وغضب ما أنت أضمد حق عبدك ثلاثين ترى محاو حمد لك الشنية يا خلاص وبستي ها أم رين ما ينو ككعيو ممنوعي هذا الله نوع عاس وين القفك كل هذا الشهد رجعي كموقت ويسكبك سندورا إن شاء الله إلهي لا عافية دورا وحب أن نقول ميسد وفي مسلم كوال جودا بدافيا نكا عربي وحيري بس ما ترى دب ما ترى والله دبو ترى حمى طفور حمى كري سواي هايس وعلى شيخ كبير ودي وين كوهب ستي وتزيره القبور حبالها الجين دور سبحان الله هذا الكحم بلاك وفي مسلم كهذا الكحم وين سكيل عليه وين هذا الله الرجال واي كم وقته هذا ترى له كوهب لي وراكس كسر رسول كويري إذا فنعم ده هداد دي دي رتشدي إياه وراجي ده تات شيء يسموه إياه أكون قط السيدي بعد عدو حباله يجلس حمدي رقفك حنوصنا إياه كبوق ده بقى هذا لو أنا أكسر الرتش أي كم وقته يينا رقفك لإله سبحانه وتعالى فرد فيه سك قوسا وين كهذا إلى يهود يبود تجر رسول كسوة وشاجش شيخ بخاري بقى كتاب الأدب الصحيح كوري مركزه قوي على الإسلام لماذا؟ إنن كأبي وصلاه أجه كانوا يستشيروا واحد مدين ولا تشنيو أبيه هو يهودي يهودنا وجرنيين نبي محمد إنه يا رسول الله صدره لكن حاسد نمو أيه بينين وقاري مادم إلى يبان تاشا يعرفونه كما يعرفون أبنائه مركزه قوي إنن كيس أطيع أبو القاسم واحد قوي على الدعاء معنى إسلام ده يسمى إسلام كاسويرا كيرا اسلام كدبنا وغيريو ديبا رسولك و خو كاسو بخاي غوريغي اسغوله الحمد لله الذي انقذه من النار وحما هدي امام بلا الله سبحانه وتعالى نار كبدبادي و خو كسو غبغبينيا قضيه وليمدي اينو كاد ليناي دعاده اروسكا يا ميلها لميد كا قفكو هدي ان لوغا ييرين و اينانو تيغي رسولك عليه الصلاة والسلام هذه الله يراقف وراعه ويحولن ترى هبل بان الله صعد وعرض ويرين هذا الدون توارو فصيح وسوقني هذا على سنة ده ونقل دونا ها أنت أسقف كنا شرف دعوة كطح وحنا علماء المركات المامين
raashinka xataa uu cunayaa haddaan loo fasixin marka hore looma yeedhi marka dambena looma fasixin inuu noqon karo raashin xaaraana raashinkan dee dad baa iska leh qofkan inuu cunana umay ogolaan marka xaqdara ayuu ku cunayaa qofka xadiidna waa jiraa inkastoo uu daciif yahay abuu daawuud uu warinayo oo man ataa bigayri dacwa dakala saariqan wakharaja mugiiran qofka iska yimaada iyadoo loo yeedhin isagoo tuugu meeshaa soo gala macnaa wixii meeshaa uu ka cuniyo wuxuu ka cabiyo wixii uu ka qaataa wuxuu xaday oo kale ayay lamid tahay marka qofka muslimku waa inuu iska ilaaliyo ma aha muslimiintu inay u qaataan haddii meele xafladi ka jirta ama dacwadi ka jirto qofku siduu ku geli karaba inuu iskaga geli karo haddaan loo yeedhin qofku waa inaanu teginba waay dadki inay dhibsadaan baa laga yaaba inuu culays ku noqoto intay ugu talagaleen isagu dheeraad ka noqdo isaga laftiisii in la yidhaahdo wax laga sheego dad inay xantaan isaga aflagaadeeyeena sabab u noqoto marka arrintaa xumaano badan baa ku gadaaman oo sababay u noqonaysaa waa inay muslimiintu iska ilaaliyaan wallahu aclam wasala allahu calaa nabiyina.